بدايتي يعني حوالي 30 سنة تقريبا هنا في النادي. والله أنا لفيت على ألعاب كتير بس التنس شدني قوي. قعدت فترة يعني دخلت الفرقة تقريبا وأنا عندي 11 سنة في النادي، ومن ساعتها وأنا الناس الأوائل على مصر. ما كنتش رقم واحد لسه يعني، وأنا صغير ما كنتش رقم واحد، لحد مثلا وصلت 16 17 سنة بدأت أخش منتخب، بدأت ألعب بطولات الدولية. قعدت فترة رقم واحد على مصر عمومي كذا سنة. طبعا البطولات المحلية كسبت منها كتير. لعبنا دورة ألعاب أفريقية، خدت مركز ثالث، بطولة عربية كده. أهم حاجة في الألعاب الفردية وفي التنس تحديدا الصبر. يعني أنا بتمرن وبحط مجهود وملتزم في حياتي وملتزم في كل حاجة، بس مش شرط النتيجة تبان على طول. يعني ممكن تبان بعد سنة، ممكن الواحد تبان معاه بعد سنتين ثلاثة. هو الصبر والاستمرار في التعب ده هو اللي بيجيب النتيجة في الآخر. يعني عشان في ناس دايما بتقع في الغلطة دي، ان هو انا اتمرنت شوية طب انا ليه ما لقيتش نتيجة دلوقتي؟ لا، انا ممكن ما لقيتش دلوقتي، ممكن الاقي قدام. فدي اهم حاجة مع التمرين وعلى الالتزام، الصبر على النتيجة في الآخر. والله الموسم الجديد هي كده المنافسة في التنس قوية جدا. دلوقتي احنا معانا ناديين بينافسوا دايما معانا، وادي دجلة وصيد. الموسم الجديد ان شاء الله يعني احنا بنحاول طبعا التمرين وفترة الاعداد شغالة من دلوقتي. احنا الموسم بتاعنا بيبدأ في نص السنة الجديدة. انا بتكلم على بطولة الدوري بس، البطولات بتبدأ في اول السنة، فاحنا بنجهز من دلوقتي فترة الاعداد. بنحاول طبعا نجيب صفقات، يعني بنحاول ندعم الصفوف بصفقات من اللعيبة الكويسة، زائد اللعيبة اللي عندنا اللي هي اصلا ولاد النادي يعني. بس هو احنا عندنا في التنس الاتحاد بتاعنا حاطط شويه رولز، شويه قوانين بتجبر الانديه انها تشتغل على اللعيبه اللي عندها ابتداء من سن صغير خالص، اللي هو في المدارس خالص والاكاديميات لحد الفرق الكبيره لحد عمومي. هي مشكله التنس انها لعبه فرديه، انها لعبه مكلفه شويه، لعبه مش متشافه في التلفزيون حتى في البطولات العالميه. بلس الكوره طبعا، احنا بلد كوره او العاب جماعيه اكتر شويه. بلس بقى الحاجات الجديده اللي دخلت في الاجيال الجديده، الفيديو جيمز والتلفزيون والانترنت والحاجات دي، احنا الموضوع بقى اصعب. احنا بنحاول نحبب السن الصغير في اللعبه، يعني ما بيبقاش التركيز كله لا يا ابني العب وركز والبطوله، لا بنحاول نحببهم شويه في اللعبه. نحاول نوريهم شويه ايه ممكن يبقوا قدام. يعني لو عندي مثلا، احنا مثلا دلوقتي الحمد لله عندنا اثنين لعيبه، واحده ما شاء الله ومريو شريف، وبالنسبه هي اصلا من النادي عندنا، وصلت تقريبا حاجه و30 على العالم، وبتلعب كل جراند سلام وكل البطولات الكبيره. فبحاول اوريهم ان احنا ممكن نوصل كده. ف الى حد ما الناس بتبتدي تتشد، بس هي بتبقى المنافسه طبعا صعبه في الولاد اكتر كمان مع الالعاب الجماعيه يعني. بس الى حد ما احنا السنه اللي فاتت دي تحديدا يعني الاعداد بتاعت الاكاديميات بتاعتنا في زياده. الناس بقت شايفه ان في النادي بيحقق، وفي لعيبه طالعه من عندنا، وفي ليها بقى ليها مستقبل، ليها شكل. فالى حد ما الدنيا بدات تبقى احسن شويه. ايام ما كنت لعيب كانت الدنيا مقتصره شويه على الدراسه، ايام ما كنت بدرس على الدراسه وعلى التمرين، ما بيبقاش في وقت كتير ان الواحد يخرج او يعمل حاجات زياده. طبعا بنخرج بنبسط كل حاجه، بس حياتنا كلها كانت هنا. احنا انا فاكر ان احنا والفرقه بتاعتنا كلها كان بنقضي يوم في النادي. انا قضيت وقت في النادي اكتر ما قضيته في البيت. فنتمرن تنس ونعمل فيتنس بتاعنا، لو عندنا تمرين تاني ممكن نلعب باسكت، ممكن نلعب كوره، ننزل ميه شويه، بس احنا قاعدين في النادي. النادي الاهلي بالنسبه لي بيتي زي ما قلت لك. انا من وانا صغير خالص انا بقعد في النادي اكتر ما اقعد في البيت فعلا، وكل حته في النادي ليا فيها معامله يعني. انا كمان حتى اولادي يعني انا بحاول ازرع فيهم القصه دي. طبعا النادي بعيدا عن طبعا المجتمع كويس جدا والرياضه وكل حاجه، بس بيحمي من حاجات تانيه كتير بره في الحياه العاديه، زي طبعا القسم الرياضي. النادي الاهلي من احسن الانديه في مصر في كل الالعاب اللي هو بيشارك فيها. يعني مفيش لعبه بتقع منه، مفيش لعبه ما بيهتمش بيها، ان هو هنا في بطوله، احنا مش بنهزر، احنا مش مجرد ممارسه. فالجزء الرياضي فيه كبير جدا بالنسبه لي، وانا حياتي كلها كانت في النادي في الرياضه. فانا كمان حابب ازرع ده في اولادي. فانا دايما بحب ابقى متواجد في النادي، هم معايا، يعيشوا اللي احنا عشناه قبل كده زمان.